روستو بالبصل والجزر المكرمل. تمام، الجزر المكرمل النهاردة احنا بنقدر نعمله جنب اي حاجة تانية غير الاكلة دي، بس احنا النهاردة عاملينه معاها لانه بيطلع طعمه حلو قوي معاها. طيب علشان نعمل الروستو بتاعنا اللي بالبصل المكرمل والجزر، عايزين عرق روستو. هنحط معايا 3 جزرات، 3 معالق كبيرة ماسترد، مع ملح وفلفل، 2 معلقة كبيرة زيت، 2 معلقة كبيرة زبدة، 3 بصلات، 6 فص ثوم، روزميري، 2 كرفس، 2 عود قرفة، وعايزين ورق لورا. هنعوز سكر ومشروم، زيت زيتون، معلقة كبيرة زبدة، وجزر طبعا زيادة، وللتقديم بقى بطاطس بيريه والجزر المكرمل او الخضار المشوي زي ما تحبوا، لو تحبوا تضيفوا كمان خضار مشوي. علشان نكرمل الجزر بتاعنا يا جماعة، احنا عايزين جزر وشوية زبدة وزيت زيتون، وعايزين سكر، ولو سكر بني بيبقى احسن، مش موجود سكر عادي. طيب اول حاجة هنعملها، عايزين ناخد الزبدة اللي عندنا مع شوية زيت ونبتدي نحمر الروستو بتاعنا. هناخد كده حتة زبدة نحطها كده هنا مع شوية زيت. طيب يا حبايبي، احنا عندنا هنا لحمة روستو، بنجيبها وبنطلب من الجزار ان هو يلفها لنا بالخيط او بنلفها احنا زي ما تحبوا. هناخد دلوقتي اللحمة الروستو بتاعتنا وهنبتدي نحمرها. عايزه احمرها من كل ناحيه كويس جدا على النار. تمام، ده الكلام ده قبل ما ندخلها على الفرن. يلا بينا نحط اللحمه بتاعتنا. شفتي اهو. طيب عشان نكرمل الجزر، انا جبت النهارده جزر، قررت ان احنا نحطه النهارده مع الروستو، فهنستعمله النهارده. هناخد دلوقتي شويه زيت زيتون وشويه زبده برضو، ونبتدي نسوي البصل بتاعنا. هناخد دلوقتي شويه زبده وشويه زيت زيتون وعلى النار. اللحمه بتاعتنا لازم نقلبها من كل ناحيه، بس اشوفها اتحمرت كده زي دي شايفين، بروح مقلباها على الجنب التاني، ونفضل كده لغايه ما تتحمر من كل مكان. الجزر بتاعنا ده طبعا مغسول ومتنظف واخر جمال. دلوقتي عندنا هنا الزبده والزيت الزيتون اللي عندنا ساحوا، خلينا نبتدي نحط الجزر بتاعنا. عايزة أنا أخليه يتحمر كده على نار هادية، يعني نار مش هادية، وسط. وهحط معاه معلقتين تقريبا صغيرين من الجزر، من السكر أسفل. لو سكر بني بيبقى فيه طعم كده كراميل، بيبقى لطيف لو فيه، لو ما فيش عادي سكر عادي مش مشكلة. نقلب بقى كده النار وسط. بهذا الشكل. بصوا بقى اللحمة بتاعتنا وصلت لإيه. بعد ما وصلت بقى عندنا اللحمة لهذه المرحلة، هنشيلها من على النار. وهنبتدي، أنا دلوقتي الطاسة دي عندي بتدخل الفرن عادي، فهنبتدي دلوقتي نحط لها كلها ماسترد من كل ناحية. نحط لها الماسترد. هناخد بقى دلوقتي اللحمة بتاعتنا. طيب خلينا نركز بقى شوية كده، هنقول ايه. هناخد اللحمة بتاعتنا وهنحط لها شوية ملح وفلفل، شوية ملح وفلفل. هناخد دلوقتي الخضار اللي عندنا، مش كله، بس هاخد بس البصل والثوم. البصل والثوم هحطهم هنا، هما والثوم. ليه؟ لاني ممكن احط كمان التوابل الجامده، يعني اللورا والقرفه. تمام، اوكي. هناخد دلوقتي شويه ميه
وهنحطها هنا، وهنغطي اللحمة بتاعتنا بالفويل، وهدخلها الفرن على أعلى درجة حرارة عندنا لمدة تقريبا 45 دقيقة. بعدين هخلي النار 180 وأرجع تاني أفتح عليها وأحط لها شوية مية. قبل ما تستوي بساعة تقريبا، أنا عايز أقعدها في الفرن 3 ساعات. أول 45 دقيقة على أعلى درجة حرارة بفتح عليها، بعدين بحط لها شوية مية، بفضل كده لغاية ما أخلص ساعتين. بعدين في آخر الساعة بروح بقى حط لها الحاجات اللي أنا عايزاها كلها، سواء بقى عايزين نحط خضار، عايزين نحط روزميري، عايزين نحط كرفس، كل اللي احنا عايزينه بنحطه في آخر ساعة. بعد كده بتطلع اللحمة من الفرن، بتطلع اللحمة من الفرن، وده بيكون الصوص اللي بيطلع منها مع الخضار. الصوص ده اللي بيفضل موجود في القاع بتاع الصينية بتاعتنا مع الخضار بتاعنا. احنا حاطين هنا خضار ايه؟ بس حاطين البصل وجزر وروزميري. هناخد البصل اللي عندنا، الصراحه مش هضرب الجزر، هضرب بس البصل مع الصوص دي، البصل والثوم. طيب انا حطيت دلوقتي البصل والثوم والكرفس، البصل والثوم والكرفس اهو، شايفين الكرفس اهو. طيب هناخد دلوقتي البصل والثوم والكرفس بتوعنا دول اهم، وهنخلطهم مع الخلاصة بقى بتاعت اللحمة اللي طلعت لنا من الاستوى بتاع اللحمة بتاعتنا في الفرن، وهنخلط الكلام ده كله مع بعض. تمام كده الصوص بتاعتنا جاهزة. هناخد دلوقتي طاسة نحطها بقى كده على النار، وخلي ده دلوقتي دي هنعمل فيها ايه هقول لكم. الجزر بتاعنا خلاص اتكرمل مع السكر والزبدة وزيت الزيتون. هناخد يعني انا بحب احط، ممكن تحطوا ملح وفلفل وشوية توابل زي ما انتوا عايزين، او بتحطوا عليها نص مكعب كده من المرق، وتحطوا عليها تنتوفة مية وتسيبوها لغاية ما تستوي خالص، لأن طبعا شوية التقليب على النار ده مش كافي إن هو يسوي لي الجزر بتاعنا. هنا بقى هنعمل إيه؟ هناخد شوية زبدة هنحطها هنا، مش هحط لها غير مشروم، أنا الصوص اللي عندي ولا أروع منها، واخدة بهاريز اللحمة كلها ومش محتاجة أضيف لها ولا أي حاجة غير المشروم اللي هنحطه، وممكن نحط شوية زبدة. ناخد بقى المشروم بتاعنا ونحطه كده هنا. هناخد بقى دلوقتي الصوص بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي بيحب يصفيها يصفيها، بس انا عن نفسي بحب يفضل فيها شوية حاجات. لو ضربتوها في الخلاط مش هيفضل فيها اي قطع صغيرة، لو ضربتوها في محضرة الطعام دي بيفضل فيها شوية كده هنا وهناك كده، فزي ما تحبوا. يلا هناخد بقى الصوص بتاعتنا وهنحطها كده هنا ونقلبها مع المشروم، ونسيبها بس شوية كده على النار لغاية ما تتكثف. لو عايزين الصوص تبقى شوية أغمق من كده، شوية أغمق، بنحط لها شوية وورشستر شاير صوص، أنا بشوفها أنسب من الصويا الصراحة، بس لو ما عندكوش وعايزين تستعملوا صويا استعملوها. خلاص احنا كده خلصنا، احنا كده عندنا اللحمة بتاعتنا اهي جاهزة زي ما انتوا شايفين اهي، وعندنا هنا البطاطس البيوريه، هناخدها كده نحط شوية حفرة علشان نحط في النص الصوص بتاعتنا اللي بالمشروم. وهنحط الجزر المكرمل كده جنبها.